سد النهضة، سد النهضة وما يحدث في سد النهضة. الحقيقة موضوع سد النهضة أظن من الأسبوع اللي فات كان معايا الدكتور محمد حافظ خبير السدود والأمن المائي، وكان كلمنا على إن سد الخزان الخاص بالسد في مستوى منخفض تماما من المياه، وإن لو النظام المصري لديه أي نية على أي حاجة يقدمها فده أفضل وقت ليه، لأن بعد كده ممكن نكون في كارثة إنسانية لو فكروا إن هم يعملوا أي عملية عسكرية تجاه السد. النهاردة رأس النظام المصري كان في لقاء مع رئيس موريتانيا، وأثناء اللقاء اتكلموا على سد النهضة. والحقيقة يمكن لأول مرة أسمعها بشكل مباشر من رأس النظام المصري وهو بيتكلم على سد النهضة، إنه خط أحمر. سد النهضة والأمن المائي ده يعني خط أحمر، وطبعا فيتو اليوم السابع كلهم نشروا رسالة رئاسية قوية. اليوم السيسي بيتحدث عن أهمية سد النهضة وبيحث أثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية والقبول بأي من الحلول الوسط، وكأنها يعني الموضوع أقرب إلى صيغة التهديد. الدكتور أيمن نور أيضا هو كمان كتب تويتة مشابهة بيتكلم إن رسالة رئاسية قوية اليوم عن سد النهضة. هل تشهد مصر حدثا مهما وشيكا جدا في شأن أزمة سد النهضة؟ سؤال تجيب عليه الأيام القادمة. والحقيقة أفضل من يجيب علينا هو الدكتور محمد حافظ خبير السدود والأمن المائي. دكتور محمد أهلا بيك معانا في إيه الحكاية؟ أهلا بحضرتك، كيف الحال؟ أهلا بيك يا دكتور. دكتور إحنا كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات واتكلمنا عن أن في انخفاض واضح جدا في مستوى المياه في خزان السد، والنهاردة في تصريحات نقدر نقول إنها شديدة اللهجة ولأول مرة تخرج من رأس النظام المصري لما بيتحدث إن المياه أزمة أمن قومي، وبيحث أثيوبيا إنها تقبل بحل، والأول مرة تكون دي لغة الخطاب. حضرتك شايف إيه المشهد وماذا يحدث؟ أولاً هو كويس جداً إن السيسي اتكلم بشكل فيه نوع من العنف، يعني ده ما أقدرش أنكره. لا طبعاً كويس جداً. ولكن أنا تعودت من السيسي على مدار 10 سنوات إن حكاية اللقطة والفناكيش والكلام ده. فهل هو جد فعلاً في إن هو عايز يعني ياخد خطوة فعلية عنيفة لتأمين الأمن القومي أو المائي للدولة المصرية؟ ولا هو مجرد بيع كلام علشان فيتو واليوم السابع تنشر وتقول لك خط احمر وخط اصفر والكلام ده؟ فدي قصه. فانا شايف ان حاليا قدامنا تقريبا كمان 5 ايام، يعني بكره يوم 5 يونيو، قدامك كمان 5 ايام بعد 5 يونيو وميه البحيره هتبدا تصل للقاعده بتاعه سد السرج. بعد ما تصل للقاعده بقى اي ميه جديده، وخاصه ان تدفقات شهر يونيو بغض النظر الفيضان كبير ولا صغير، تدفقات شهر يونيو بتبدا اكتر من تدفقات شهر مايو، وعليه في اي نقطه مياه جايه بعد يوم 10 يونيو هتبدا بقى تركن وتسند على الجدار بتاع سد السرج. اذا سندت المياه على جدار سد السرج عندئذ يتحول سد السرج الى سد معترف به من قبل منظمه السدود الكبرى، ولا يمكنك ان انت تمسيه عسكريا. ولكن حتى وصول الميه الى القاعده للحافه السفليه ده لا زال ممكن نعتبره مشروع، ومجرد سند المياه على الجدار لا انت ما تقدريش ان انت تمسيه. لذلك زي ما بقول لك قدامك لغايه يوم 10 يونيو، لو ما حصلش حاجه يبقى الكلام اللي بيقوله السيسي ده فقط لقطه وكلام اعلامي علشان فيتو واليوم السابع ينشره ويعني تهدئه الراي العام المصري. ولكن برضو خليني اكون صريح معاكي. ايوه، كان في علامه استفهام كبيره جدا بخصوص المناورات اللي تمت في الجهه الغربيه، وكانت مناورات ضخمه جدا واستخدم فيها الاسلحه الحيه وجميع الاسلحه جميع اجنحه السلاح المصري، مشاة وطيران ودبابات وكله. وكان وقتها غريب شويه
وكان يعني هم بيقولوا احنا بنوجه هذه المناورات استعدادا لاي طوارئ على الحدود الغربيه. ولكن ما اكذبش عليكي، يعني انا لو في 1% اخلاص نيه عند السيسي، ربما تكون هذه المناورات هي يعني بروفا لاحتماليه التدخل في السودان وتنسيق مع البرهان، مقابل ان يسمح برهان يسمح استخدام الاراضي السودانيه في اخذ او قيام مصر بعمل شيء ضد سد السرج. انا متفائل جدا بهذا الامر، يعني انا يعني طموحي طلع فوق خالص يعني، فاهم؟ واضح يا دكتور. يعني انا بقول لك لو فيه عنده 1% امانه او اخلاص للوطن هذا. لذلك يعني لابد الربط من موضوع اللي بيحصل في المناورات مع اللي بيحصل في السد العالي ذات نفسه. يعني في توجهات حاليا من وزاره الطاقه. اللي بيحصل في السد العالي يا دكتور لو تشرح لنا. اوكي، اللي بيحصل في السد العالي ان المفيد بتاع توشكا تم اغلاقه يوم 9 فبراير بعد ما استمر مفتوح لفتره طويله. وتم اغلاقه، قلنا الحمد لله يبقى احنا كده هنجمع ميه في السد العالي علشان استعدادا للملء الرابع. فوجئت يوم 8 مايو بوزير الري يفتح مفيد توشكا، وفي خلال 14 ساعه فقط تم اهدار 725 مليون متر مكعب. ليه؟ على المفيد في اليوم ده اللي بخته اللي مش كويس يعني مر قمرين صناعيان. واحد مر الساعة 5:38 فجرا، وواحد مر الساعة 7:48 ليلا، يعني 14 ساعة بالظبط. خلال ال 14 ساعة دي القمر الصناعي الأول أعطانا قراءة قدرها 181.21%، والقمر الثاني اللي جه بالليل أعطانا قراءة 181.1%، يعني في فرق 11 سنتي تم التخلص منهم خلال 14 ساعة. ال 11 سنتي اللي انا بكلمك فيهم دول في الارتفاع العالي في سد النهضه، في السد العالي اللي هي الارتفاع ما بين منسوب 181 و182. هذا الحيز المتر الواحد بيشيل 6.5 مليار متر مكعب. فانت لما ترمي 11 سنتي من هذا المتر معنى ذلك ان انت بترمي 725 مليون متر مكعب على مدار 14 ساعه يوم 8 مايو. طبعا بعد كده 8 مايو اتكمل يعني ومشي وكمل 24 ساعه، فبنهايه يوم 8 مايو ممكن جدا يكون فقدنا خلال هذا اليوم 1 مليار متر مكعب. طبعا الرسائل بتجيلي من جميع انحاء مصر بيقولوا لي الحق القناه المفتوحه وفي ميه كتيره بترمى بالاضافه للمفيد. حتى تلاقي يعني الناس بعتوا لي فيديوهات سرعه المياه في القاهره سريعه جدا، يعني بتدل ان في ضخ جامد للميه. فايه السبب واحنا على وشك الاقتراب من الملء الرابع، والاخبار اللي جايه من القرن الافريقي بيقول والله ان السد ان العام هذا وفقا للتقرير الذي نزلته او صرحت به منظمه ايجاد اللي هي متخصصه بخصوص الميه في شرق افريقيا، بتقول لك والله الفيضان اللي جاي بدايه من شهر يونيو هذا العام حتى نهايه سبتمبر جميع النماذج الرياديه اثبتت بانه هيكون اما جاف او شبه جاف. جاف او شبه جاف، ليه؟ لان احنا حاليا في تقريبا في اخر سنه من سنوات المينا. وزي ما حضرتك شفتي في كاليفورنيا في الجانب الاخر من العالم كان في امطار غزيره جدا، وهذه المقاطعه لا تتلقى امطار بهذه الضخامه. فلما بيبقى في امطار غزيره في كاليفورنيا هذه الامطار بتخصم من الامطار اللي بتنزل على شرق افريقيا، يعني دي معادله معروفه. فمعظم الميه اللي كان المفروض تنزل على شرق افريقيا واثيوبيا وراحت لكاليفورنيا، فهينزل مطر ولكن قد يكون الفيضان اللي جاي ده متوسط، يعني حوالي 48 مليار فقط او اقل من المتوسط. كويس؟ ففي كلتا الحالتين متوسط او اقل من المتوسط هيكون اقل بكتير من الذي رايناه في عام 22 و21 و19، لانها كلها كانت فيضانات مرتفعه. وعليه فانت كوزير ري
بترمي في 14 ساعة بترمي 725 مليون متر مكعب، ومنذ يوم آخر 23 يوم في شهر مايو، آخر 23 اللي هو بداية من 8 مايو لغاية 1/6، رمى من اللحم الحي من لحم بحيرة ناصر 5 مليار، بالإضافة للتدفقات اليومية اللي بتجيله من صد مروي والتي تتراوح ما بين 100 ل 120 مليون متر مكعب. فمن مروي جاله حوالي 2.5 مليار، وانت رميت من لحم الحي من التخزين الحي من السد العالي 5 مليار، يعني على مدار 23 يوم تخلص من 7.5 مليار متر مكعب بدون معنى، بدون معنى. وهو اكيد عنده يعني المعلومه، اكيد عنده معلومه ان احتمال كبير ان الفيضان السنه دي اما جاف او اعلى قليلا من الجاف، اكيد وصل المعلومه او شبه جاف او شبه جاف يعني. يعني هو يعني طالب اولى مدني بينزل التقرير بتاع ايجات واراء وعرف يعني، فمش معقول وزير الري ما عندوش فكره. فانا برضو بخلي نفسي يعني طيب القلب وكثير التفاؤل وسموها زازج أنا يعني في اعتباري، والله ربما يكون هذا الوزير بيعمل هذا الأمر على أساس إن لو حدث تدخل عنيف في سد السرج فربما هو بيحاول يخفض بحيرة ناصر القدر ما يمكن عشان استقبال المياه اللي هتيجي. نونو استعدادا لأي عمل عسكري أثيوبي انتقامي ضد مصر. فأنا زي ما قلت أحيانا يعني بلعب دور الزازج وكأني مش فاهم القصة وأقول لعل وعسى، لعل ربما أنا غلطان، ربما الناس دي وطنية وهم بيعملوا كده مش علشان يهدروا المية، دول بيعملوا كده استعدادا لاحتمال تقفل رد فعل انتقامي أثيوبي، ولذلك هو بيخفض المية. فهو بيخفض المية، فأنا حتى هذه اللحظة يعني بتعامل بشكل زازج وأقول ربما في حرب هتحصل وهيخلصونا من سد السرج. ولكن لو مر يوم 10 يونيو وبعد كده مر يوم 20 يونيو كويس، لا يبقى كده إهدار متعمد بهدف تخفيض منسوب بحيرة ناصر وإفراغها في وقت يملأ فيه أثيوبيا الملء الرابع. طب وإيه الهدف، إيه الهدف من إن هم يعني يا دكتور يفرغوا البحيرة بالشكل ده وإحنا داخلين على أزمة مياه؟ يعني أكيد مش سذاجة منهم ما يعني. ما 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 قلت لك، يا اما نتعامل كوني ان انا زازج جدا وبثق في الناس دي والناس دي وطنيه وان هم بيخفضوا المنسوب على اساس ان هم بيستعدوا لتلقي ضربه عسكريه انتقاميه من اثيوبيا بعد قيام القوات المصريه بعمل عسكري ضد سد السرج، وفي هذا الامر انا اقول اوكي يعني نتحمل هذا الامر، او ان هم لو مر يوم 20 يونيو هذا الشهر وما فيش حاجه حصل في سد السرج يبقى ما قام به وزير الري خيانه عظمى. لا يعني لا 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 يمكن المسامحه فيها. ليه؟ لان انت جاي لك ملء رابع وجاي لك ايجاد تقول لك الفيضان اللي جاي هيكون اقل من المتوسط وانت بتهدر هذه المياه في مفيض اوشكا، بينما انت عندك مفيض ثاني في السد العالي واللي ما حدش عايز يتكلم عنه، المفيض اللي عاملاه الاتحاد السوفيتي عاملاه عند منسوب 182. طب ما انت تعلى لغايه منسوب 182 ولو عندك مشكله، حصلت لك مشكله، عندك مفيض السد العالي ذات 36 بوابه. مش لازم تفتحهم كلهم، افتح خمسه، افتح 10، هتنزل ميه ولكن ستظل مأمن المنسوب 182. فليه انت لا تستغل المفيض بتاع السوفييت اللي عاملينه عند 182 وتفتح المفيض بتاع توشكا اللي انت اللي هو معمول عند 178؟ كويس؟ فلو انت حريص، لا لو حريص يبقى افتح المفيض اللي فوق اللي هو مفيض السد العالي عند منسوب 182 وطلع اي ميه زياده، كويس؟ ولكن احتفظ بالمنسوب بتاعك، احتفظ بالمنسوب بتاعك، ولكن ان انت تبدا تهدر الميه وتضيع كل هذه الكميه في اقل من 23 يوم، فان لم يكن هذا تحسبا لرد فعل انتقامي من اثيوبيا فهذه خيانه عظمى. والله يا دكتور يعني احنا النهارده 4 يونيو وحضرتك بتتكلم في ان يعني اخر موعد لو فكروا لتوجيه اي ضربه حقيقيه يوم 6، احنا بنتكلم في يوم 10 اسفه، فاحنا بنتكلم في 5 ايام. يعني نتمنى
نتمنى ان يعني تحصل اي تحرك ايجابي، لعل وعسى فعلا يحصل اي تحرك ايجابي في هذا الامر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.